مساء الخير عزيزتي حواء، كل سنه وانتي طيبه وانا طيبه وانتوا طيبين واحنا طيبين كلنا. جاي النهارده زي كل سنه في نفس هذا الميعاد من العام اعلمك ازاي تحطي مكياج العيد. بما ان السنه دي مش هننزل ومفيش عيد صلاه التراويح تضيقي فيها العبايه ولا تحطي ميك اب، فاحنا هنعمل بقى الميك اب وهقول لك هتروحي بيه فين ان شاء الله. اتفضل. السنه دي تتميز بطابع ان مفيش ميك اب. يعني ايه؟ يعني موده النو ميك اب، اللي هو فيه ميك اب بس هو مفيش ميك اب. النو ميك اب ده لازم تحطي فيه كونسيلر، اللي هو كده اهو اهو، لازم تحت عينك يبقى مضيء اهو، ده كده نو ميك اب. ماشي. ونو ميك اب انا يعني المفروض ان هو مش يبان انك مش حاطه ميك اب، لا اللي هو ده ميك اب بس هو مش ميك اب في نفس الوقت. مش حد طبيعي اكيد يعني هي كده. انتي لا لازم تبقى مثلثه عشان مصدر الاضاءه تحت عينك. كده انتي حطيتي الكونسيلر اللي بيفتح تحت العين عشان لو عندك لمؤاخذه هالات سودا، عندك تصبغات، اي حاجه تداريها كده هون. تحطي بقى ايه؟ ترسمي حواجبك اهو بلون فاتح اهو، تديها كده بس مش اكتر. وبعد كده تحطي روج. انواع الروج في العيد ده، الروج الاحمر، الروج الاحمر هو الموضه في اي لبس انت لابساه تحطي عليه روج احمر اهو. ده روج احمر اهو، احمر برتقاني، ما تجيبوش احمر كده، لا احمر برتقاني. اه الله، اه يعني ثلث كده اها. والموضه برضو في العيد ده ان شفايفك تبقى من فوق كبيره، فلو ليكي حد كده معرفه ينفخهم لك كنبها اها اها. من نفس صباع الروج بتحطي الروجاجو اهو، من نفس صباع الروج برضو، وبتحطي في مناخيرك اهو وهنا اهو. هتعملي ايه بقى؟ اه كده انتي حطيتي الميك اب، كده ده ميك اب العيد، الميك اب كده خلص. تعملي ايه بقى؟ ها تجيبي منديل وتفتحي التيك توك بتاعك وتطلعي بقى تعملي كده وتقول لهم اصحوا من الصبح ما تحطوش ميك اب اهو، كده نو ميك اب اهو. والناس ان شاء الله هيصدقوا انك انت كده مش حاطه ميك اب وهتبقي زي القمر. بعد ما تخلصي الليله كلها دي بقى هاتي طبق كحك وكوبايه لبن واطلعي في البلكونه ان شاء الله ربنا هيكرمك. واي شاب معدي امور بالنسبه لك عايزه تشقطيه مكان صلاه العيد، فانت ممكن تحتفيه بقى بكحكايه في دماغه هيعجب بك ان شاء الله، هيشوف مكياجك اللافت للنظر، وان شاء الله اكون اقدر فتك ويكون العيد حلو عليكي حبيبتي. شكرا.